صباح الخير على حضراتكم مرة تانية وعودة لاستديوهاتنا بمسبيرو ويوم السبت ودنيا الجمال فقرتنا المعتادة مع حضراتكم. الحقيقة انه كتير من الناس حينما تنظر للمرآة اكثر ما يلفت نظرها هو الانف، وحينما يفكر البعض في اجراء احدى عمليات التجميل بتكون عملية تجميل الانف هي يعني من ضمن الاولويات الاولى. يمكن هذا الامر كان بينطبق في البداية أو منذ عدة سنوات على السيدات فقط، لكن الحقيقة أنه بعض الرجال أيضا بيميلوا لإجراء عمليات تجميل الأنف، وخاصة إذا ما كان شكل الأنف ملفت يعني عند الحديث مع أحد الأشخاص حول تجميل الأنف. بيدور موضوعنا دلوقتي مع ضيفنا اللي بيشرفنا دايما باستوديو صباح الخير يا مصر، الدكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني أنا أشرت لمسألة تجميل الأنف وأنه يعني يمكن البعض بيلجأ لتجميل الأنف على سبيل أن هي يعني تجعل الوجه أكثر جمالا، وبعض الآخر بيكون نتيجة أنه حينما يتحدث مع أحد الأشخاص فيعني حينما ينظر إلى وجهه أكثر ما يلفت نظره هو الأنف، لكنه في أحيان أخرى بيضطر البعض لإجراء عملية تجميل في الأنف نظرا لإحدى الحوادث. فالحقيقة طبعا الأنف زي ما انت قلتي ده جزء ملفت للإنسان. الأنف موجود في الثلث الأوسط من الوجه، يعني لو بصينا للأنف هنلاقيه موجود في الثلث الأوسط، ودايما لما اتكلم عن الأنف بحب افتكر رقم 3. الأنف أساسا عبارة عن مثلثات، يعني عبارة عن هرم قاعدته مثلثة. لو نظرت من أسفل هتلاقيه مثلث، ونظرت من اي جنب من الجناب هتلاقيه مثلث. ده مش كده وبس، ده الانف بيتكون من 3 اجزاء، التلت الخلفي عظمي، والتلت الاوسط وظروفي، والتلت الامامي رخو. تمام. ده مش كده وبس، ده كمان التلت الخلفي العظمي بيتكون من 3 عظيمات وهكذا. فرقم 3 مرتبط تماما بالانف. الانف ده جزء مهم جدا يا استاذه. كان في القديم جمال المرأة زي ما نشوف التماثيل بتاع قدماء المصريين، تمثال نفرتيتي بيتكلم قد ايه الجمال في هذه الانف بتاعت هذه الملكة. ده مش كده وبس، ده في آسيا كان العقاب بتاع الانسان عن طريق قطع جزء من الانف. كان في العصور الوسطى كان قطع جزء من الانف ده نوع من انواع العقاب في بعض الدول في اسيا. بيحرموا من الجمال يعني. يمكن اول عمليه اجريت لتجميل الانف كانت في الهند. عشان كده الانف ده جزء جميل جدا نقدر نتكلم عنه من ناحيه التركيب بتاعه. جميل. طيب دكتور حضرتك اشرت الى انه في يعني تكوين للانف عظمي وغضروفي ورخو، ده التكوين الاساسي للانف. طبعا حينما تجرى يعني عمليات التجميل قد تجرى في اي جزء من هذه الاجزاء. حسب الإصابة الموجودة عندك. عشان كده أنت عشان تتكلمي عن تجميل وعمليات تجميل الأنف إحنا بنتكلم عن إصابات الأنف. إصابات الأنف عندك مجموعات كبيرة جدا. دايما أنا بحب أتكلم وأقسم الأنف إلى 4 تشوهات. الحاجة اللي قدامي دلوقتي ده مثلا تشوهات الخلقية، عندي طفلة موجودة قدام سيادتك، ورم دموي موجود في الأنف. تمام. هذا الورم الدموي كان داخل بطريقة معينة لغاية تجويف الأنف، لغاية تجويف المخ. ومنظرها قبل العملية ومنظرها بعد العملية، ويمكن يعني هذه الطفلة كان مجرد ما بتتلمس الأنف بيحصل نزيف قوي جدا. يا خبر. ولو شفت الطفلة دي كبرت دلوقتي لأن العملية اتعملت من فترة طويلة، لا يمكن وصعب جدا انك تقولي هنا موجود قدامي ورم اخر موجود في طفل زي هذا الطفل ده. تشوه خلقي برضه، بنتكلم من التشوهات الخلقيه بالنسبه للانف. هذا الورم كان موجود في قريب من القناه الدمويه ولكن موجود الانف. لو شفتيه من الجنب كما هو موجود قدامنا هتلاقيه ورم دموي باين امام الانف بطريقه معينه، ودايما في الحالات دي هنا طبعا استئصال هذا الورم. وبعد كده لو شفت هذا الطفل دلوقتي هتلاقي هذا الورم طبعا يكاد يكون لا شيء موجود من ناحيه هذا التدخل. يبقى اصابات الانف لما نيجي نتكلم عنها 4. هنا ممكن في قدامي ورم ليفي في الانف. هذا الورم برضه لو ساب في هذا الطفل لغايه لما يكبر لمرحله معينه ممكن يتدخل. هنا طبعا التدخل الجراحي حاجه بسيطه، وبعدين بيبتدي بعد كده بيتدخل طبعا بتبقى تجميل وتنتهي المشكله. هنا انا عايز اقول ده تشوه خلقي كان موجود في الانف هنا حصل لها، كان في شفه ارنبيه وتم اصلاح هذه الشفه الارنبيه هي وصغيره. جات لنا بهذا التشوه زي ما انت شايفه فتحه الانف غير الثانيه، وفي انحباط موجود او في ضغط او في بالناحيه الانف من الناحيه اليسرى،
بيتم تداخل الجراحة هنا في الأنف دي عند الكبر، دي منظرها قبل العملية ومنظرها بعد العملية مختلف طبعا. هنا بيبقى التدخل الجراحي التجميلي في علاج تشوه خلق كان موجود بصاحب. هنا المجموعة الثانية من التشوهات من الإصابات اللي هي الإصابات اللي هي الكسور بتاعة الأنف. وهذه المجموعة من الإصابات طبعا زي ما أنت شايفة كسر حاجة من حاجتين، يا كسر بسيط يا كسر مركب. ده نتيجة حوادث. كسر البسيط اللي ما فيهوش دم. ما فيش قطع في الجلد. الكسر المركب اللي فيه بيبقى نزيف زي ما انت شايفه وبتبقى العظام في مكانها او العظام اتحركت من مكانها. ده المجموعه الثانيه من الاصابات. المجموعه الثالثه من الاصابات التهابات الانف، قد تكون بكتيريه او فيروسيه او قد تكون بكتيريات فطريه. المجموعه الرابعه اللي هو جزء تخليقي، يمكن هنا برضو احنا بنعرف حاجه معينه. شايفه الانف هنا الجزء الخلفي العظمي سميك والجزء الامامي سميك. لما بنعرض منظر هنا احنا محتاجين نشيل جزء من الجزء العظمي ومحتاجين نشيل جزء من الجزء الغضروفي. بيبقى جرح خفيف في الانف بيتم التدخل فيه عشان استئصاله، بتشيل جزء زي ما انت شايفه بطريقه معينه. المفروض دكتور التجميل ده بيبقى راجل بيرسم بطريقه فنيه. شوفي سيادتك طريقه الخطوات الجراحيه، بتقطعي قطع خفيف وبتقليب الانف بطريقه معينه وبتشوفي فين المكان اللي انت محدداه من قبل العمليه هتتعاملي معاه. هنا زي ما انت شايفه بيتم قطع بالمشرط بطريقه معينه، بتقلب الانف، هتشوفي دلوقتي الانف هتتقلب معايا، وبعدين بروح داخل على الجزء الغضروفي والجزء العظمي، شوفي الانف بالكامل، بيبقى زي صفحه كتاب قدامك مكشوفه بالطريقه دي. هنا بتشيلي جزء غضروفي من قدام وبتشيلي جزء غضروفي وعظمي من الخلف، وبتكون النتيجه بعد كده بترجعي وكأن شيء لم يكن. هنا بتتكلمي مع الانف العريضه اللي من الخلف او الانف العريضه اللي من الامام. وهنا زي ما انت شايفه تم استئصال جزء بطريقه معينه وهيتم استئصال جزء ثاني. طبعا احنا ما بنقدرش نعرض المنظر بالكامل لان ممكن المشاهد ما يقدرش يشوفه، لكن الطريقه المبسطه دي بتبقى ماشيه بطريقه تبقى موجوده. هتشوفي دلوقتي والانف بنشيل الجزء اللي احنا عايزينه وبنضم الجزء اللي احنا عايزينه وبنعيد الانف الى مكانك عليها وبتبقى منظر جمال كبير جدا. دي حاله من الحالات بيكون الجرح من الامام بس غير مخفي، لكن معظم الحالات اللي غير كده بتقدري تتعاملي مع الانف من الداخل دون ان يكون هناك اي تدخل جراحي موجود على الاطلاق. ممكن تتعاملي سيادتك من الانف من داخل فتحه الانف او ممكن تتعاملي من الانف من داخل الشفره. في كلتا الحالات زي ما انت شايفه المنظر انتهى ورجعت الانف كما كانت وابتديت تصلحي المنظر كما كان بالنسبه للجراحيه. يبقى احنا لما بنتكلم في مجموعه من التشوهات الخلقيه، المجموعه الثانيه من الاصابات اللي قد تكون حروق، قد تكون ملاكمه رياضه عنيفه، او قد تكون حوادث سيارات، او قد تكون كسور زي ما شفنا. المجموعه الثالثه التهابات، قد تكون بكتيريه زي حب الشباب، قد تكون فطريه ايا تكون نوعها، او فيروسيه زي الهربس وكلام. رابع مجموعه اللي هي مجموعه الاورام. لو حبيتي برضو نتكلم في موضوع الاورام، الاورام دي الانف ليها مجموعه كبيره من الاورام. قد يكون ورم حميد، وقد يكون ورم خبيث محدود، وقد يكون ورم خبيث كبير. يظهر في الانف. يظهر في الانف. الورم اشهرهم على الاطلاق ما يسمى بالبيزل سيل كارسينوما، اللي هو ورم سرطاني في مكانه خبيث. لكن لا ينتشر لاي جزء ثاني. وهنشوف عمليه برضو بتتعرض بعد شويه. انك بتتم استئصال هذا الورم. وما فيش خطر انه يعني هذا الاستئصال يؤثر او ينتشر او ما الى ذلك يا دكتور؟ ما هي حسب خبره الجراح في استئصال الورم. مجرد ما انت تعملي استئصال للورم، الشطاره بعد كده ازاي تعودي الجزء اللي فيه الورم. دايما بنقول احنا محتاجين نوع من الجلد يقارب لجلد الوجه. هذا النوع من الجلد الذي يقارب لجلد الوجه قد تاخذيه من خلف الاذن او تغذيه من الرقبه او تغذيه من البطن من اي مكان من اماكن البطن. تمام. العمليه اللي بقول لسيادتك عليها هنا عباره عن حاله فيها فقدان جزء من الانف. زي ما هتشوفي قدام سيادتك ان في جزء مفقود من الانف، فبتضطري تحطي جزء تعويضي. تمام. ودي بتحصل في حوادث كبيره. او سيارات او عنف او حاجه زي كده. سيادتك الجزء التعويضي ده ممكن تاخديه من اي غضروف من غضاريف غضروف كمان مش جلد بس. ما هو جزء مفقود. جزء مفقود حتى بالغضروف نفسه. بالظبط. الغضروف دي سيادتك لو سالت عليه يا هتجيبيه من الاذن، يا هتجيبيه من القفص الصدري، يا هتجيبيه من الحوض، يا اما زي اللي انا عارضه على الشاشه ده
ده جزء صناعي، جزء خارجي بنجيبه وبندخله في المنتصف في الانف، وتبتدي تزرعيه يتعامل مع النسيج بتاع الانف بطريقه سهله والجسم يقبله تماما. وزي ما انت شايفه انت بتدخليه في المكان اللي فيه العيب اللي موجود قدام سيادتك، وبعد كده بتبقى خياطه بسيطه وبتنتهي المشكله وبترجع للمنظر الجمالي بتاع الانف بالطريقه اللي طبعته. ايه دكتور يعني هذا الجزء المضاف؟ بيكون حاجة زي الفبر اللي هي بحيث ان هي الدم يدخل جواها ويتشعب. اللي قدام سيادتك الجديدة دي خالص اللي هي الورم السرطاني اللي موجود اللي كنا بنتكلم عنه. احنا دلوقتي شلنا هذا الورم من مكانه وبعدين بناخد جزء تعويضي بقى الجلد. زي ما سيادتك شايفة انا باخده من الاذن من الخلف. مساحة قد المساحة بتاعت الجلد، تقدر تستأصلي الجلد لان خلف الاذن مشابه، وزي ما قلنا ممكن ناخده من الرقبة ولا يؤثر على شكل الجلد اللي بيؤخذ منه. سيادتك ادينا خدنا الجلد وبعدين خيطنا تماما، هترجعي تبص على الودن بعد اسبوعين ثلاثة شهر كأن شيئا لم يكن. وبعدين بتحطي الرقعه في المكان اللي فيه التشوه زي ما سيادتك شايفه. تمام. احنا بنحط ادي رقعه خدناها تتظهر قدامك ان هي فيها حفره. بعد قد ايه بقى دكتور يعني تطبع على مجرد ما تشيل الخياطه بتلاقي كله بقى خد المنظر القريب الطبيعي والناحيه الجماليه ابتدت تيجي زي ما انت شايفه. انت بتحط الرقعه بطريقتها وبعدين بتبقى الناحيه التجميليه الجماليه موجوده. تمام. بيتم مثلا عمل يعني وضع كريمات معينه علشان الجلد كله يعني ياخد لون واحد. ده دايما في كل جراحات التجميل. تمام. طب يا دكتور بعد هذه الجراحه بقد ايه ممكن يعني تلتئم الجروح؟ هل المريض بيشعر بالام شديده يعني في جراحات الانف؟ بس سيادتك في التجميل بصفه عامه وفي الانف بصفه خاصه يعني الالم مستبعد. اذا كنت بتشتغلي بطرق مظبوطه بحيث انك انت عارفه الطرق الخفيفه بالطرق التجميليه الحديثه. طبعا الطب بتقدم جدا جدا، ما اقدرش اقول في حاجه مطلقه. تمام. يعني سيادتك قلتي الجرح يلتئم امتى؟ تمام. لا، طفل صغير مش زي شاب كبير، مش زي راجل كبير. نوع الجلد نفسه، البشره البيضاء مش زي البشره السمراء، مش زي البشره الزنجيه السوداء. فهي ما فيش في الطب قانون مطلق. دايما كل شيء فيه تفاوتات حسب الانسان اللي قدامك وحسب صحته وحسب انت دخلتي تعملي عمليه في اي وقت وهكذا. تمام. حضرتك يعني كطبيب جراح لما بتعرض عليك احدى الحالات، امتى تقول لا الحاله دي انا يعني هتدخل جراحيا الان، او في حاله الظروف المحيطه بها لا تسمح بالتدخل الجراحي الان ويمكن اللجوء لبدائل اخرى؟ شوفي انا سعيد بالسؤال ده. امتى دكتور التجميل يقول في جراحات التجميل لا؟ في حاجات كتير قوي. الحاجه الاولانيه الحاله النفسيه للمريض. في حالات كتير قوي تلاقي المريض بتاعك مهزوز، هو مش عارف هو عايز ايه. هل هو عايز عيب عنده في الجزء العظمي ولا الجزء الغضروفي ولا الجزء الرخو؟ هو بيقول لك انا مناخيري مش عجباني. او هي بتقول لك انا شايف حاجه مش كويسه، او يقول لك انا عايز انفي زي انف فلان. هنا يقع الناحيه النفسيه الصعبه، ويمكن هنا في حالات كثيره جدا بناخد راي الطبيب اخصائي او استشاري نفسي نقول له المريض هيستفاد من العمليه ولا لا. دي حاله من الناس اللي لازم تلجا يعني تشوف حاله المريض النفسيه بالظبط. اذا كان المريض مهزوز قدامي وانا حاسس انه مش هفيده كتير باخد راي طبيب نفسي. جميل. وممكن هنا دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان لو المريض الانف بتاعته فيها التهابات، حب شباب او حمره او تينيا او حاجات زي كده، لازم اجل العمليه لغايه لما الدنيا دي اعالجها وابتدي افيد المريض بتاعي. تمام. الحاجه الثالثه في اوقات كتير قوي انا بكون شايف ان الانف جميله جدا ومناسبه للوجه اللي قدامي واقول لا. هنا مش محتاج لطبيب نفسي ولا حاجه، انا شايف ان هذا المريض لن يستفيد من التدخل الجراحي بالزبط. وبنقول لا. يبقى هنا مش كل مريض يجي يطلب منك. ده كمان حاجه صعبه قوي، ساعات بيجي لك انسان مريض او مريضه بيوجهك على اللي هو في دماغه، او عايز يعني مصيبه مثلا او مشهوره، تحسي انك انت مش هتفيديه او ان هنا هو هيتهز اكتر منه. المفروض ان انا لما اجي اعمل عمليه المريض بعد العمليه يقول انا شايف نفسي كويس. انا هو انا بالظبط. انما ما يجيش واحد يقول انا مش انا. في مساله ايضا مهمه جدا حضرتك طبعا توضحها لمشاهدينا، وهي مساله اتساق شكل الانف مع شكل الوجه. يعني ممكن مثلا يكون حد يعني انفه ممكن يكون يعني حجمه مش صغير لكنه متناسب مع حجم الوجنتين مثلا، متناسب مع يعني شكل الوجه بشكل عام، وهو يكون مصمم مثلا يعمل يعني او هي تعمل انف يعني صغيره مثلا زي يعني هذه المساله في الاتساق حضرتك تشرحها ازاي؟ وهل
هل يمكن تصور ده مثلا على الكمبيوتر او توصف للمريض ان شكلك هيبقى كده لو انت ما اقتنعتش بالكلام اللي انا بقترحه عليك؟ شوفي انت قلت حاجتين حلوين قوي قوي. الحاجه الاولانيه ان ارسم صوره المريض على الكمبيوتر واقول له اوقف عليها. احنا كنا زمان بنعمل كده، لكن بطلنا لان لقينا لما بنعمل صوره والمريض بيبقى مقتنع وبعد العمليه مبسوط جدا، بعد فتره بيتهز يلاقي نفسه هو مش هو، استغرب. فابتدينا نبطل دي، احنا ابتدينا ندخل جوه المريض اهم من ان احنا نعمل له صوره ونقول له موافق ولا مش موافق ولا لا. الحاجه الثانيه، انا سعيد بالسؤال بتاع التناسق بين الانف وبين الوخ خدين والحاجات دي كلها. اوقات كتيره جدا يجي لك رجل او ست ويكون شكله اساسا في شبابه جميل جدا، وبعدين حصل ان مثلا الست دي كبرت في السن، فابتدى الخدين يسقطوا، فابتدت الانف تبان، تيجي تقول لك انا عايز اعمل اصلاح للانف، ويكون انت تقولي لها لا ده انا هعمل حقن الخدين ارجع انفك كما كانت في التناسق وفي العلاقه بينها وبين الخدين. فبيبقى الحقيقه هنا في وجهه نظر لازم يكون في اخذ وعطاء بين المريض. الواحد لازم الدكتور يحس جوه العيان بتاعه هو عايز يوصل لاني صوره. تقول لك انا وصغيره كان منظري جميل جدا، فجاه دلوقتي مناخيري بانت. طب ماشي انا هرجعك زي ما كنت وانت صغيره وابتدي اعين لك الخدين كما كانوا، بلاش نلعب في الانف. بيبقى في دايما لازم تفاهم بين الطبيب وبين المريض طبعا بتاعه علشان يقدر يوصل للي هو عايز يقدر. هو بيبقى فاهم يعني، حاسس ان في حاجه مش متناسقه بس هو مش فاهم هي ايه بالظبط. فالطبيب هو اللي بيبقى عنده يعني الرؤية. لازم يدخل جواه عشان يعرف ايه اللي جواه. الاعمار بقى يا دكتور، يعني مثلا يمكن كنا جراحات التجميل يمكن نسمع عنها عن يعني بعض المشاهير او ما شابه، لكن الكثير من الناس دلوقتي بتلجا لجراحات التجميل بشكل طبيعي ويومي. يعني اذا حضرتك ذكرت انه مثلا الحقن او يعني اجراء عمليات بسيطه، ده خلى المساله تنسحب على سن صغير. هل في اعمار معينه حضرتك مثلا ممكن تقول لا ده سن اصغر يعني صغيره ممكن شكلها يتغير بعد شويه، ما اقدرش اعمل عمليه تجميل دلوقتي؟ هل في سن كبير ممكن حضرتك تقول لا دي لا تحتمل مثلا الجلد مترهل بصوره لا تحتمل اجراء عمليه تجميل؟ بص، كلمه العين الاعمار والسن في التجميل مفيش حاجه مطلقه. تمام. لكن لو جينا للانف، في قانون اسمه ما قربش ناحيه الانف من الناحيه الجماليه التجميليه الا عند مرحله البلوغ عند سن 14 سنه وطالع. تمام. لكن لو جالك عيان عنده تشوه خلقي زي الشفه الاجنبيه مع تشوه الانف زي لازم تعمليه في وقتها. لو جالك انسان مصاب بحادث كسر في الانف او تشوه في الانف ناتج عن حادث، لازم تتدخلي جماليا وتجميليا عشان تصلحيه. لو جالك انسان عنده حرق موجود في الانف وعمل تشوه معين، لازم تدخلي في سن هذا التشوه وتصلحيه عشان ما ياثرش. لكن في قانون بيقول ايه؟ ان الانف ما لعبش فيها قبل سن مرحله البلوغ 14 سنه لما تكون غضاريف وعظامات الانف اكتملت. زي الاذن، في قانون بيقول ان انا ما لعبش في الاذن الا عند سن من 6 سنين ل 10 سنين اللي هو دخول المدرسه. لكن لو جالك ولد ما عندوش اذن خالص او عنده تشوه معين في الاذن، لازم تلعبي في الاذن وتعالجيها مجرد ولاده الطفل. مفيش حاجه اسمها استنى لغايه سن 10 سنين، ده ممكن يبقى يفقد السمع ويفقد منظر جمالي ومراكز النمو بتاعه الاذن اللي بتطلع في كل اتجاه توقف وهكذا. كل عضو في جسم الانسان ليه قانون للتدخل البسيط، وليه طبعا مجرد ما بيحصل اي تشوه يؤدي ويؤثر في وظيفه من وظائف الجسم يبقى انت لازم تدخلي بمجرد ظهور هذا التشوه. تمام. لكنه السن الكبير ما مش ممكن مثلا تيجي وقت حضرتك تقول الجلد ده يحتمل مثلا الجراحه او ما شابه، يعني صعب اقول كده. صعب اقول كده طبعا. ممكن ده يحصل في اي وقت، وفي جديد دلوقتي في هذه النوعيه من الجراحات. هو الجديد بياتي للابداع وحس الطبيب الفني في التدخل بهذا الكلام. تمام. يمكن احنا ما اتكلمناش عن حاجه زي فقدان جزء من الانف. مثلا انسان اصيب في حادث فقد جزء من الانف. احنا عايزين نعوض هذا الجزء، هل نسيبه؟ لا، بنضطر نجيب بنضع جزء شريحه ثانيه. لكن في حاجات بنجيب شريحه من الجلد اللي في مقدمه الراس بنرجعها للانف، ودي كانت الطريقه الهنديه.
او بنجيب شريحه من الرقبه ونلفها عشان تعوض الجزء التعويضي، ودي كانت الطريقه الايطاليه. تمام. او بناخد شريحه من الخد ونمدها لغايه الانف، ودي كانت الشريحه الفرنسيه. تمام. لكن ممكن يبقى في جديد خالص خالص ان تاخد جزء تعويضي اللي احنا عملناه ونقدر نتعامل معاه ونجيب له رقعه جلديه بطريقه معينه ونتعامل معاه. بقى الموضوع في ابداعات وفي ناحيه جماليه تجميليه بطريقه بسيطه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا تشريف حضرتك دايما لينا وما تضيفوا لنا ولمشاهدينا من معلومات. شكرا جزيلا دكتور منير ويليام لبيب، كبير جراحي التجميل. شكرا يا فندم تشريف حضرتك. شكرا جزيلا. لسه مع حضراتكم مكملين طبعا حلقتنا اليوم من كفر الشيخ والزملاء دينا فكري ومحمد بشير، ونذهب الآن لمواصلة فقراتنا ومعنا الزميل أحمد بكير.